بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشتركاتي الغاليات، نتمنى تكونوا كامل في صحة جيدة ولا فيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال، والمشتركات اللي راهم يدخلوا جدد نقولكم شرفتوني ونورتوني، مرحبا بكم عندي. اليوم كاين بزاف يعني أخوات من نهار حطيت الفيديو تاع الورد وفي الفيديو تاع الزهر طلبوا منا أن ندير لهم طمينة القطار، وانا وعدتكم صراحه يعني نورمالمون نديرها في هذاك النهار مع التقطار، ما كفاناش الوقت، راني وفيت بوعدي وراني درتها لكم يعني بسيطه ما فيهاش مقادير، نديروها للفال للقطار كما راكم تشوفوا. يعني المقادير جد بسيطه، كاينه الزبده والعسل والسميد، اللي هذا السميد عادي مش شكاره، هزيه نورمال، هزيه عادي انت والكيلة اللي حبيتي. عندي عسل وزبده ما كيلتش عشوائي، هزيت برك. بسم الله، راح نجيب مقله، راح نفرغ فيها السميد ورايحه نحطه مش يتحمص، راح نحيلو ريحه الخضوره هذيك، مش كيما طمينا تاع الغرس نحمصوه مليح، راح نحطه فوق النار تكون متوسطه اكيد مع التحريك المستمر، نحركوه هكا شغل قالتها ماما نشهبوه كيما تقول ماما شهبوه برك، تروح له ريحه تاع الخضوره هذيك اللي فيه تاع السميد. نبقى نقلب فيه ونحرك بيان سور باه ما يتحرقليش، خاطرش تعرفوا السميد كي نخليه في النار قادر يتحرق بلا تحريك، حتى نتحصلوا على لون يكون ذهبي في الكلاغ. هنا شوفوا راهو تبدلت لاكولور تاعو، ولا حبيتي تزيدي تما اللي حبت تزيد له لاكولور اكثر على هكا تزيد، هنا هكا السميد تاعنا يكون واجد. كما قلت لكم كي تحبوا ديروا كميه كبيره هذيك تما كل وحده وش افراد العائله تاعها. هنا هاو السميد تاعي بعد ما حمصتو ها هو كفاه يكون، واش راح ندير؟ راح نجيب طاوه نحط فيها العسل تاعنا ندي نذوبو. بسم الله، هنا راح نعطيكم ملاحظه، حنا هنا درناها كيما البسيسه تاعنا ولا الزرير تاع النافسه، وكاين اللي يديروها كيما الطمينه تاع الغرس، كي ديروها تحبوا ديروها كيما الطمينه تاع الغرس كتدي نقولوا نشفوها نشفوها مليح بالسميد. دوك نعت لكم كيفاه، هنا راني ندوب في العسل، ندوب هو الاول، من بعد هنا راني ضفت الزبده مع التحريك، حرك مليح حتى تذوب لي الزبده هذه، يذوبوا بيان. وهنا بعد ما ذابوا لي رايحه نبدا نضيف في السميد عفوا في السميد تاعنا. كيما قلت لكم هنا دوك انا نديرها كيما الزرير، وانتم الا حبيتوا ديروها تطرحوها وتقصوها مقرودات ولا كاريات كيما حبيتوا، شيحوها مليح نشفوها حتى تولي تتلم، تولي عجينه تتلم، وطرحوها وقصوها كيما حبيتوا. والطمينه هذه ما يتحط فيها والو، تتحط هكاك لا جوز لا لوز لا كاوكاو لا حتى حاجه، تتقدم سامبل يعني في تحطيها في الصحن تاعها وتاكليها الفلت القطار، ولازم ياكلوا منها مالين الدار، يقولوا حلاوه الفلت القطار، الحلاوه تاع القطار لازم اي واحد عندك تذوق له ويلو كان مغرف. نحركوها هكا حتى نتحصلوا على القوام المطلوب، حنا نحبوها شويه تكون جاريه كيما البسيسه، يا جناني اني ندير فيها وبناتي مرايا يستناو يموتوا عليها هكذا. وحركو عادي جدا يعني ساهله ماهله هكا، با نحافظوا على عادات وتقاليدنا يعني وتاع جداتنا وجدودنا تاع بكري ربي يرحمهم. تشوفوا القوام تاعها، واللي حبت ديرها كما قلت لكم تبقى تزيد وتستعمل يد هذاك هو تبرد شويه، ولا بالمغرف تبقى تزيد حتى تكمل تلملها عجينه تطرحها وتقصها وتكون طمينه القطار تاعنا واجده كيما راكم تشوفوا فيها. ان شاء الله اللي راح تقطر تقطر بالصحه ولهنا، وتشربوا بالصحه ولهنا ان شاء الله، تمنوا بالصحه ولهنا يا ربي. هذا فانوس رمضان، ربي يدخلوا علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات، وربي يتقبل صيامنا وقيامنا. دارتوا لي حبيبتي اللي تخدم الكروشي نقولها شكرا حبيبتي، ربي يضوي ايامك ان شاء الله يا رب. هذا القوام تاعها راني حندوقها ما قدرتش نصبر لازمني ناكل منها. ابقاو على خير وتقطروا بالصحه ولهنا.